مصدر الأخلاق حبيب الخلاق. صلي عليه وعلى آله. إن بنتعلم أخلاق فمن عند محمد. واجتمعت المكارم والشمائل للنساء في سيدة نساء أهل الجنة. بضعته البتول الزهرة. تقران سيرتها، تقران أخبارها. يا من عشعش في أفكارهن وعقولهن بعض أخبار الممثلات والفاسقات، خرجن الظلمة. خذن سيرة فاطمة تنورن. خذن في سيرة بنت زين الوجود، بضعة حبيب الرحمن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن كنت من أهل الجنة تشعرين بسيادتها لأنها سيدة نساء أهل الجنة. كلمها أبوها عند الموت عليه رضوان الله وقال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ رضي الله عنها وأرضاها ورزقنا متابعة الأخيار والصالحين.